وإلى العملات المشفرة، وفي إشارة على تراجع شهية المخاطر في سوق العملات المشفرة، وصلت نسبة سعر البيتكوين إلى سعر الإيثيريوم إلى أعلى مستوى منذ أبريل من العام 2021، ما يعكس الطلب الأكثر مرونة على أكبر عملة مشفرة بدلاً من منافستها الأصغر. وسجل سعر البيتكوين مستوى قياسياً عند 73,000 دولار منتصف شهر مارس الماضي، بعد زيادة تدفق الأموال إلى الصناديق المتداولة بالعملة المشفرة في البورصة الأمريكية، والتي تم طرحها لأول مرة في شهر يناير. وبحسب بلومبرج، يعتبر بعض المحللين أن تركيز المستثمرين على البيتكوين وتراجع رغبة الاستثمار في العملات المشفرة الأخرى يشير إلى عوامل ضعف في الطلب. هذه نظرة على أسعار العملات أو سوق العملات المشفرة. فيما هو واضح أنه البيتكوين يبتعد نوعا ما، يعني ليس بالدرجة الكبيرة ولكنه بعيد عن مستويات 70,000 دولار، ولكن هناك تفاؤل بأن يعود البيتكوين لاختبار هذه المستويات المحورية عند 70,000 دولار، مستفيد من عدة عوامل كنا نتطرق إليها وتطرق إليها زميل هشام قبل قليل، إن كان ما يتعلق بالسياسات النقدية وارتباط السياسات النقدية مع هذه العملات وشهية المخاطرة في هذه السوق من جهة، من جهة أخرى عوامل أخرى السوق تترقب حدث التنصيف قريبا هذا الشهر، بالتالي سنراقب ردة فعل البيتكوين والعملات المشفرة على هذا الحدث المحوري والهام للبيتكوين. ليس بعيدا عن الأصول عالية المخاطر أو الأسواق عالية المخاطر، سجلت الأسهم الأوروبية أول انخفاض أسبوعي لها منذ يناير، مع تصاعد قلق المستثمرين بشأن التوترات الجيوسياسية وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية بعد تقرير الوظائف الذي أتى أفضل من التوقعات. مؤشر يوروستوكس 600 أنهى الأسبوع الماضي منخفضا بأكثر من 1%، ليقطع أطول سلسلة مكاسب منذ 2012. في غضون ذلك، تشير توقعات المحللين إلى أن بقاء النفط فوق 90 دولارا للبرميل قد يحمل بعض العواقب السلبية على كل من النمو والتضخم، فيما يدعم النمو الفاتر في منطقة اليورو التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ خفض الفائدة في يونيو. وينضم إلينا من لندن ريتشارد ماثيوز، الباحث الاقتصادي في وان. مرحبا بك معنا ضيفي الكريم. يعني الأسواق الأوروبية كانت على تراجعات الأسبوع الماضي كما ذكر محمد قبل قليل، ولكن بشكل عام كانت هي موجة صاعدة. يعني هل نتوقع مزيد من التراجعات للأسواق في أوروبا، خاصة بعد بيانات اقتصادية ربما تعكس ضعف نسبي في الاقتصاد الأوروبي وتنامي لأحاديث رؤساء البنوك المركزية في عدة دول أوروبية عن ضرورة البدء بخفض الفائدة بشكل أسرع؟ صباح الخير. أعتقد أن الأسواق الأوروبية تسير على خطى الأسواق الأمريكية، وخاصة بعد صدور بيانات للوظائف يوم الجمعة وكانت قوية، وسعر النفط القوي. هذا الأمر ليس مدعوما فقط بالمخاوف الجيوسياسية، وإنما أيضا بقوة الاقتصاد الأمريكي وأوروبا في وضع مختلف. بطبيعة الحال الأرقام كانت مخيبة نوعا ما، لم تكن كارثية، فالتضخم من جهة أخرى بدأ يتراجع، وهذا الأسبوع سنحصل على إشارة واضحة بخصوص تخفيض الفائدة في يونيو، والسؤال هو متى ستبدأ عملية خفض الفائدة وبأي مقدار، وليس ما إذا كانت ستبدأ أصلا. ريتشارد، لكن هناك في المقابل من يقول أنه ليس لقوة التوظيف في الولايات المتحدة أو لا ينبغي لها أن تحرك البوصلة أكثر مما يلزم للبنك المركزي الأوروبي، يعني بمعنى آخر هناك ضعف اقتصادي واضح في أوروبا، اقتصادات كبرى في أوروبا متأثرة، في المقابل دول أوروبا الجنوبية تحقق أو تقود قاطرة النمو في الاقتصاد الأوروبي، بالتالي يعني هذه الظروف قد تضر بتلك الاقتصادات أيضا.
هذه مشكلة في أوروبا، وخاصة وجود تفاوت بين الشمال والجنوب، ودول الجنوب تبدو في وضع جيد. فرنسا في وضع مقبول، والناتج المحلي الإجمالي فيها مستقر كما هو الحال في المملكة المتحدة. أما في أمريكا فالوضع مختلف، السوق الأمريكية تختلف عن ما هو الحال في أوروبا والمملكة المتحدة، وأمريكا في وضع أقوى. لكن ما أود قوله أن سوق الوظائف الأمريكية ستؤثر على أسواق الأسهم بأمريكية، وهذه بدورها تؤثر على الأسواق، أسواق الأسهم الأوروبية، وهذا هو الربط. إذن هم يريدون تخفيض الفائدة في أوروبا، ومن شبه المؤكد أن يحصل ذلك في يونيو، وهذا سيضعف اليورو بطبيعة الحال. طيب سيد ماثيوز، ذكرت قبل قليل تحدثت عن ارتفاع أسعار النفط، يعني هذا الأمر كيف ينعكس على البيانات، بيانات منطقة اليورو، بيانات التضخم، وكذلك النتائج المالية لبعض الشركات؟ يعني شاهدنا شركة شيل تتحدث عن توقعات بتراجع الأرباح بسبب ضعف نتائج الغاز، ولكن السهم يرتفع في آخر جلسة بأكثر من نصف نقطة مئوية. هذا الأمر يأتي على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار النفط في آخر أسبوع تقريبا، وهناك أسباب تكمن وراء ارتفاع أسعار النفط، وتحديدا المشاكل الجيوسياسية، فهي ستؤثر على أسعار النفط وتظل تقلق الناس، وهناك خشية من حصول تصعيد في الشرق الأوسط. لكن الاقتصاد في أمريكا قوي، وهذا الأمر يساعد أسعار النفط على الصعود، وهذا يؤثر على أوروبا. وهناك أمر لا يذكره الناس، ألا هو موضوع انقطاع الإمدادات في الغاز المسال، وهذا الأمر سيؤثر على أوروبا. مشكلة أوكرانيا بعيدة عن الحل، وروسيا ربما متفوقة، وهذا الأمر قد يؤدي إلى الضغط على النفط والغاز. ولكن الربيع يقترب، والاقتصاد لا يتأثر بأسعار النفط في الربيع كما هو الحال في الشتاء، ولكن هذا الأمر يرخي بظلاله على الاقتصاد الأوروبي بوضوح. طيب، يعني في الولايات المتحدة دائما ما نربط أي ارتفاعات في السوق أو أي زخم إيجابي في السوق بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. في أوروبا وسط هذه العوامل التي تتحدث عنها ريتشارد، كان النفط أو حتى سياسات تباين السياسات النقدية، ما هي القطاعات التي ستكون أكثر تأثرا في هذه أو في ظل هذه الظروف في السوق الأوروبية أتحدث؟ الأمر اللافت في السوق الأوروبية تأثير الصين على السلع الفاخرة، تحديدا في الصين وفرنسا، فالصين تعاني من مشاكل، وهذا سيضغط على سوق السلع الفاخرة مثل LVMH. هذه الشركة ستتعرض لضغوط بسبب الوضع الاقتصادي في الصين، وصناع السيارات يتأثرون أيضا بالصين، والنفوذ الصيني لا يقل أهمية عن تأثير أسعار النفط على أوروبا حاليا. بالنسبة للقطاعات، من الصعب اختيار أي قطاع في أوروبا بوصفه قطاعا قويا، وأنا قلق حاليا تجاه شراء الأسهم في أوروبا صراحة. كل الشكر لك ريتشارد ماثيوس، الباحث الاقتصادي في ون، على هذه المشاركة.